في طريقه للمغرب مع الكابتن طارق مصطفى، كابتن حسن شحاته كانوا في اجازه واجازه العيد ومسافرين المغرب مره اخرى، ونور السيد مسافر عشان يمضي خلاص في الدفاع الحسني الجديدي. اللعيبه الافارقه مش قد كده في الدفاع الحسني الجديدي، مفيش غير لاعب واحد هو اللعيب الكويس، هو الوحيد اللي موجود، وكابتن نور السيد هينضم رسميا لنادي الدفاع الحسني الجديدي، ونتمنى له كل توفيق باذن الله، ومحترف جديد ايضا، يعني لعيب محترف في الدوري المغربي، وتقريبا اللعيب الوحيد بعد فشل احتراف عمرو زكي في الرجاء المغربي. معانا من المطار كابتن نور السيد. ازيك كابتن نور؟ ازيك كابتن خالد، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ ومسافر لوحدك ولا مع كابتن طارق؟ لا والله لوحدي يا كابتن، هم سافروا مجموعة كابتن طارق وكابتن حسن، وانا ان شاء الله يعني اركب طياره الساعه 4 ان شاء الله. باذن الله. خلاص انت على الكشف الطبي وعلى الامضاء على العقد، انت اتفقت على كل حاجه ان شاء الله يا كابتن؟ باذن الله ان شاء الله. كلمه اخيره تقولها لجمهور نادي الزمالك قبل ما تسافر، اللي بعضهم كتير منهم كان زعلان على رحيلك، لحسام حسن اللي كان متمسك بيك. اكيد اكيد، انا بشكر كابتن ابراهيم وكابتن حسام طبعا، هم كابتن عادل نور السيد. وبس انا كابتن خالد، بس من خلال البرنامج بتاعك انا بشكر جمهور نادي الزمالك المحترم اللي يعرف نور السيد كويس. اخلاق نور السيد. في تصريحات في اليومين اللي فاتوا دول ان نور السيد قال لك اسود ايام حياتي قضيتها في النادي، الكلام ده ما كانش على لساني طبعا. ورئيس نادي الزمالك طلع قال لك نور السيد ما ينفعش بواب نادي الزمالك، يعني اخر لعيب في العالم ما جابوش بواب نادي الزمالك. طبعا الكلام ده انا بشكر كابتن ابراهيم ان هو كلمني كان عايزني ارجع تاني، ويمكن كان قلت له بس خد بالك يا نور، انت لازم برضو مستشار مرتضى منصور يتوضح له ده. مستشار مرتضى منصور قال الكلام ده بناء على ان انت افتكر ان انت قلت. انا كلمت كابتن احمد سليمان لما عرفت ثاني يوم، فقلت له يا كابتن احمد انا لما مشيت من نادي الزمالك ولما وعدتك قلت لك ان انا همشي من نادي الزمالك بكل احترام ومفيش مشكله، ومش هطلع في قناه في مصر وهقول نادي الزمالك دي كذا ولا كذا، بدليل ان انت كمان تنازلت، بدليل ان انت تنازلت عن فلوسك كمان. بالظبط، وقلت له همشي بكل احترام، وانا عايز الموضوع يبقى بيننا كل حب، حتى لما امشي لو حبيت ارجع بعد كده والنادي الزمالك عايز نور السيد ابقى تحت امر نور السيد. تمام. انما كابتن خالد اسمع انك نور السيد ما ينفعش لو اخر لعيب في العالم بواب نادي الزمالك. طب يعني انا كلمت كابتن احمد سوري حتى في حاجه زي كده، الناس تكلمني مباشر من صحيح، يعني كان من المفترض المستشار مرتضى منصور يتاكد من هذا الكلام، لان انت الكلام ده عاري تماما من الصحه. بالظبط يا كابتن، كابتن احمد سليمان امبارح حتى قال لي معلش الاستاذ المستشار مرتضى كان سمع التصريح دوت على لسانك ومش عارف ايه، قلت له يا كابتن انا ما اتكلمتش. يعني مين اللي منزل التصريح ده يا كابتن نور؟ مين اللي منزل التصريح ده؟ انا ما اعرفش والله يا كابتن خالد. يعني هل نازل على مواقع يعني؟ نادي على مواقع مصر كلها، انا ما اعرفش. يعني ما تعرفش مين الموقع اللي منزله وبتاع؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش والله العظيم. يعني مش على الفيسبوك بتاعك ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه يا كابتن، انا ولا اي حاجه، ولا اتكلمت على لساني. وانا لما بطلع اقول احمد انا بالنسبه لي لو غلطت في الزمالك قول لي انت عايز تقول. طب انت دلوقتي قول لي على الفتره اللي قضيتها في الزمالك. انا طبعا يا كابتن يعني انا الراجل اللي لعبته في نادي الزمالك، ونادي الزمالك هو اللي عمل اسم نور السيد، وقضيت ايام حلوه يا يعني بص يا كابتن خالد، اي لعيب بيشوف حلو ووحش في تاريخ حياته طبعا. فاحنا انا الموضوع بالنسبه لي انا كان معنويا تعبان يا كابتن خالد ونفسيا، انا مش قادر يعني انا مش قادر العب كره نادي الزمالك في اخر سنه. فانا قلت لهم يا جماعه انا بتنازل عن فلوسي، وبكل احترام الكلام ده من قبل ما حد يفكر هو النور السيد هيمشي ولا هيقعد. قلت لهم انا بتنازل عن كل فلوسي بكل احترام عشان انا مش قادر نفسيا في نادي الزمالك. حسام حسن كان عايزك، اكلمك ابراهيم حسن. كابتن ابراهيم كلمني قلت له تحت امرك كابتن ابراهيم، بس انت عارف ظروفي، انا راجل استزلت عن فلوس وخدت الاستغناء بتاعتي. فانا فاضل لي سنه في العقد، لو عايزني انا مفيش مشكله ونقعد نتكلم وكده، مفيش مشكله. محدش رد عليا ولا حد كلمني ولا حد قال لي حاجه بعدها. يعني انت كان عندك استعداد ان انت ترجع؟ مفيش مشكله، انا قلت لهم انا في عادي كان فاضل لي سنه، ارجع سنه ومفيش مشكله، انا مفيش مشكله بالنسبه لي. بس كان في شروط، يعني انا كان في شروط بالنسبه لي. لو كنت هرجع يا كابتن خالد انا راجل استنزفت عن 3.5 مليون، كان بس هيبقى في شروط بالنسبه لي. وبكل احترام برضو ان انت هتاخد جزء من الفلوس اللي اتنازلت عنها بجانب عقد جديد. لا ما كنتش هاخد جزء يا كابتن خالد، انا راجل استنزفت عن 3.5 مليون ما كنتش عايز حاجه، واتنازلت عليهم على ثقه فرقه الجمهور نادي الزمالك المحترم. انما انا كنت لو كنت هرجع كنت قلت لهم هاخد 5% من الفلوس اللي هي بتاع السنه الجديده. بس كده ما حدش اتكلم معايا في حاجه. فانا قلت لهم ما فيش مشكله، انا بالنسبه لي كابتن حسن راجل يعني انا بشيله في دماغي، وكابتن ابراهيم وكابتن حسام طبعا الناس كلموني وقدروني، دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره، وبشكرهم طبعا من خلال البرنامج بتاعك. وانا ان شاء الله مسافر دلوقتي على المغرب ان شاء الله مع كابتن حسن، واتمنى يا رب اكون اضافه كويسه
للدفاع الجديد المغربي ان شاء الله، واكون عند حسن الناس هناك باذن الله واحسن فات ان شاء الله. اتمنى لك يا نور كل التوفيق، ربنا يوفقك ويعني وتتشرف اللاعب المصري في المغرب ان شاء الله يا كابتن نور. كابتن خالد متشكرين جدا يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا كابتن نور السيد. لكم معلومه مهمه جدا جدا.